احنا اليوم بصدد تسجيل الصناع التقليديين والعمال غير الأجراء فئه الحرفيين في السجل الوطني للصناع التقليديين، وبالتالي تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هاد الامور هذيك شكون اللي كيقوم بها؟ بتنسيق غرفه الصناعه التقليديه وبشراكه مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية وكذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. دوزنا عدة محطات، المحطة الأولى كانت بمنطقة سوق درب غلف الجوطية، المحطة الثانية المعارف، والمحطة الثالثة كانت بحي بيرجي المعارف. من هذا المنبر هذا كنطلب جميع الفئة ديال الصناع التقليديين باش يمشيو يتسجلوا في غرفة الصناعة التقليدية ولا عند الأعضاء اللي كاين في الأحياء ديالهم اللي صوتوا عليهم. خويا أنا حمامة سعيد، أنا طولي في كارتي بيرجي. وخويا هاد المبادرة مزيانة، غالبا ديال الناس تسجلوا فيها، بات لي مزيانة، غادي يستافدوا الوليدات ديالنا، يستافدوا الوليدات ديالنا فيها، فهمتيني؟ على عقلية المرض وهذه غنستافدوا منها مزيان. انا من نهار جات المبادره تطوعت تسجلت، حيت كاينه فيها نتيجه مزيانه، باينه فيها نتيجه مزيانه، داكشي علاش تسجلت. وانت نطلب الناس كلهم يتسجلوا فيها. سميتي يوسف نجار، المهنه ديالي نجار. المبادره هذه مزيانه، تسجلت فيها انايا ياك، وغادي تنفع الانسان في بالنسبه للصحه ديالو، الى مرض ولا شي لعبه غادي يمشي، غادي فهمتي غيمشي وغادي يتعود وغادي. المهم على اي هي مزيانه بالنسبه للصحه، الانسان غادي يكون اسيري الصحه ديالو. حسن غزبي نزار، المبادره ديال لاسيسانس اللي داروا راه مزيانه ومزيان صالح ديالنا، حنا خدامين فولونتي ما عندنا لاسيسانس لا والو، اللهم نستافدوا من الدواء، نستافدوا بشحال من حاجه نستافدوا منها. صحهم صحهم يشاركوا فيها، ما يبقاوش غاديين في الخوا. العازي نعيمه، انا كحرفيه خياطه، وهاد التغطية غادي عطاتنا واحد التشجيع بزاف. كنشجع العيالات اللي ما تسجلوش يمشيو يتسجلوا، وتهما يكون عندهم واحد التغطية الصحية، وتكون عندهم واحد الباب مفتوح ليهم، وتعود ليهم ديك النسبة اللي ضيعوا، النسبة ديال المصاريف وداكشي كتعود ليهم.